Mind if I talk to you for a few minutes? فين يا وز؟ معقولة سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟ تعالي ده في اخبار من عيالها. ادي قطرين دخلوا في بعض اهم. واليونسكو سيبوا حلت بيا محروس عايز محروس الحقني يا اخويا انا اخوك الحقني يا محروس يا محروس الحقني يا اخويا يا محروس يا صلاح الحقني ام صباح ام صباح وقعت من طولها الحقني تعالى وقعت الحقني وقعت دلوقتي ايوه يا ساتر حصل لها حاجه الطف يا رب ربك يلطف يا حاجه ربك يلطف ربك يلطف الطف بينا يا رب هي ما عندهاش استجابة في كل جسمها وانا ما اكدبش عليك ده شيء يقلق انا شاكك ان الحبل الشوكي يكون اتصاب اثناء الوقعة يعني ايه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا ايه؟ انا ما قلتش كده بالظبط يا حاج بس احنا لازم نعمل لها اشعة رنين على العمود الفقري بالكامل وما اخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسة جدا دلوقتي ويا ريت تكون دلوقتي حالا شكرا يا دكتور العفو كريم خلاص ربنا يخليك يا شكرا يا دكتور طبعا الو فضل ماشي الاسعاف الحقنا بقول لك حضرتك بكلم الاسعاف عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن الحقونا عايزين ننقلها اقرب يا صلاح استنى بس هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي طب انا الاسعاف قدامها ايام على ما تيجي قول له خلاص خلاص طب خلاص يا ابني احنا هننقلها بمعرفتنا هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها خلي زينب تجهزها بس الصبح يلا واحد الا خير يعمل خير خير توفي يا رب ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا يلا انا في شقه الحاج صلاح يلا ايه اللي ليا في الدنيا لينا جاهزيها يا بنتي جاهزيها واحد لا اقعد انت لا لا صلاح صلاح امسك نفسك صلاح تعالى استقبلنا شوية وحياة النعمة الشريفة اللي خلي عليه بهدلة انت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا اخي؟ هو انا كنت سرقت منك سريع وهربت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعة دي جوزك بعبط لسانه هو اللي قال لي حضرك هنا انت كلمت علي؟ ووه كلمته وهخليك تكلمي اطلب يا علي يا راشد اطلبه ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل وعلى فكرة هما في السجن متربين قوي بيناموا بدري هو مين ده؟ ده أنسي
صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن، وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه. تقعد فيه؟ نقعد ده ايه؟ انا مروحة بيتي يا خور. خدي هنا. اخد هنا ايه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى؟ تعالى كل اول شهر وادفع الفاتورة تبقى راجل. ما انت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضي. طردت جالي امبارح يا اخويا وطردت، وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقة 2 و3. مش مصدق بقك يا فتون. ان شاء الله عنك ما صدقت. البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان، نقي لك حيطه كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون. بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتطفحوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره. يلا تعالوا ورايا. صباح ربح يا شيخ. هو مين ده؟ يا زينب، بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح. لا يا عم زينب، وده بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيتهم. حاضر زينب، بقول لك ايه، غطيها كويس للدنيا برد. حاضر يا عم صلاح، على بالك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا ابو عزيز. حاضر. يلا واحده واحده يا رجاله، على مهلكوا عليها، على مهلكوا. افتح الباب. ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمود الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله ما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم انت اهدى ارجوك. يا فندم ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي، شده وتعدي وانت ست مؤمنه. قول يا رب. وممكن قول يا في قلبك حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور، معقوله لا يا حبيبتي؟ اعرف ان المستشفى بتعالج. انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها، صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور، المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، انما مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجه غلط، ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. ما اني اسالك رب الخطا ولكن اسالك الرد فيه. استغفر الله العظيم. وحوس فين كل ده؟ حسين انت ست. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا اخوي. مش هتكلمني علي بقى؟ فاكر جوزها قاعد على القهوه ولا ايه؟ مش تستني لما نعرف اذا كان ينفع ولا لا؟ ده انا جايب لك عيش توست، ولا انت واخده على البلد ولا ايه اخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد اذن معاليك مزنوقين في مكالمه لاخويا علي. معلش البركه فيه. مشكله كده مع جماعته، فيها جواز وطلاق وحضانه يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم، ربنا يوسع عليك. تسلم لي، مع الف سلامه. مع السلامه. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. كل يا اخويا كل، انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون، بقول لك قلب عظمه لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين 4 حيطان اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما تقفلش. طب حشيشي. علي اهو. ايوه يا اخويا، ايوه ايوه، تليفون انسي. ايوه انا مرات علي وعايزه اكلمه. متشكره يا اخويا، ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي،
وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. كلميني دلوقتي يا فتون. أصيلة ده انت أجدع مرة في الدنيا دي كلها والله العظيم. وحشة ربنا راشد خطفني خطفني وداني عند واحد صاحب. أنا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفة ليه؟ عشان انت ست واطية وما صمتيش العشرة. تقتل الونش عشانك. قتل الونش عشانك يا واطية. عارفة يا فتون؟ لو انت قدامي أنا كنت هفهمك. أنا عارفك وأريك زي كف إيدي. بتعيطي؟ بتتكلمي من عند والدي صح؟ اسمعي يا فتون وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد أو غفلتيه ده أنا هذبحك. أقول لك لا لا مش هذبحك ده أنا هشرب من دمك أول ما أخرج من هنا. فاهمة؟ ماشي يا سيدي الرجالة أنا هسمع كلامك. هفضل قاعدة مع صاحبك وابن عمك دول. مش أنت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص. هفضل أكلمك في التليفون وكل ما أكلمك يهددني. ديني راشد. شكرا يا سيد الرجالة. مجنونة. أيوة يا علي. إيه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك. اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي. بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس لا سمح الله؟ علي عايز اطمن عليكي وانت معايا هتعيشي برنسيسة. هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتون في مصلحه هنخلصها. ناكل أكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نضيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندرية امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون. ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ ما انت شايفة زهقانة. هنفسحوك يا فتون. أنسي ما تقريني فيه ايه؟ أنا اللي سايق يا راشد. اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جعتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم بين أيديهم وما خلفهم. جعانة. ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات ولا يؤود حفظهما. يرئيها يعني. صدق الله العظيم العظيم. عايزة كده؟ يعني إذا كنت عايزة كده ده يبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله. يا صلاح أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدواء الأول. ما مفيش مانع نمشي في السكتين. يمكن ربنا يسهل بواحدة فيهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محضر لك شوية شوية صدري ويسر لي شوية أكل وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله. والحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا أنا ما أقدرش أقول إني حبيته. بس إيه؟ بس لسه بفكر في الحسن. بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا عايش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكر ام صباح هتخف؟
كنت عايش انا واهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، واحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابه على ابويا واخويا قتلوهم، ذبحوهم قدام عيني، ما بقتش عارفه اعمل ايه بسبب انهم كانوا طالبين فديه، طالبين فلوس، وانا ما كانش معانا فلوس ندفعها. محتاجة الخروجة الحلوة دي، ولو ان مش وقتها. والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش حق بلا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانت ذنبك ايه يا محروس؟ ده قضى ربنا. الحمد لله طبعا، بس يعني احنا ما كملناش شهر جواز، وانت بدل ما تفرحي دخلتي في مستشفيات ودجالين ومتاهات ملهاش اخر. متقولش كده، المصابيح دي غالية عليا وخيرها مغرقني، إن كان يا سيدي على الجواز الأيام جاية كتير. ادعي بس ربنا يعافيها. يا رب يا زينة. يا رب. كله عشان رقصت لك. تشكر يا أخويا على الغدوة العسل دي. ده أنت كنت بتاكلي في آخر جالك. خمسة في عينك، كنت دافع حاجة من جيبك. إلا قولولي بقى. هي الفصحى خلصت كده؟ اه خلصت، هسيبكوا ساعتين زمن اروح اقضي مصلحه واجيبها. سيبنا فين؟ في الشقه. شقه يا انس؟ شقه يا جدع، افخم شقه فيك يا اسكندريه. الله الله، ده صاحبك ده طلع تقيل قوي، ده لسه دافع ست ورقات بمية في الغدا. بتبنى ولا اي حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. اهو يلا بينا على الشقه. هنروح للشقه. هو عم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقوا اكيد على وصول. ممكن. طب خش انت صح الحاجة خليها تفوق. والنبي خليها، ده انا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش من الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا ستي، اتفضلي يا ستي، بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك يا اخويا، ده محروس اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب، ام صباح عامله ايه؟ الحمد لله. انت اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركه، على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب أخش أنا أشوفها بعد إذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جداد بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس، اتجوزتوا بسرعة قوي. أنت عرفت منين؟ حشرة بينسوه ولا عيني في احمدين، بس خليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسلية. انت تفضل يا ست الكل. بركاتك يا ست، تفضل.
ايه اللي كسر يا زينب؟ زينب زينب، ايه اللي حصل يا زينب؟ زينب 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 ايه اللي حصل زينب؟ باينني اغمى عليا. قومني قومني يا محروس. انت وقعت كده ازاي؟ تعالي يا حافظ على مهلك يا زينب، حاسب الازاز على مهلك. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ مالك يا زينب؟ سيبي يا محروس. هو لون من اوله بس. مالك؟ انت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت هشام ما اكلتش طول اليوم. وما اكلتيش ليه يا زينب؟ معلش يا محروس. ما تاكلي يا زينب. انا كويسه. طيب نروح لدكتور؟ اخرج انت لسه تبرع عيب. ما تولع على الست يا زينب، انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها عادة لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسه؟ انا كويسه والله، عشان خاطري اخرج. أنا غلطت. كانش ينفع أقتل الواد اللي كان خطيبها ده. أنا يا رب البيل اللي اختصت في قعره ده. هو الكاس طلب معاك نكد ولا إيه؟ في إيه يا عم اللي فكرك بالكلام ده؟ ما تخلينا في الحلمة اللي إحنا فيها. هو صاحبك سابنا أساسا وراح فين؟ أختك هي السبب. عشان اتجوزتها. فهي سابتني وطفشت. أهو إحنا اللي تنيلنا بنيلة. عسلية هي اللي نفدت. يا ترى لو قابلت عسلية هتعاون معايا ازاي؟ يا خدتك يا راشد، بتفكر في ايه دلوقتي يا اخويا؟ فكر في نفسك. بتفكر في عسلية؟ طب عليا النعمة، انت لو خرجت دلوقتي وشافوك ليقفشوك ويشنقوك. يا ريت، احسن. الحياة ما تلزش قوي يعني. تعرف يا فتون؟ ايه يا اخوي؟ انا عمري ما تمنيت حاجه بجد وحصلت. عارفه تلاقيك يا اخويا كان عليك ندر وانت صغير وما وفتوش. النبي انت ما عندكش دم. مساء الفل عليكم. انت اتاخرت ليه يا اخويا؟ معلش اتاخرت حبتين، كنت بجيب لك هديه يا رب تعجبك. هديه؟ هي مش موضه قوي، بس لو اتلبست تحت الهدوم تقضي الغرض. حلوه يا اخويا. ايه رايك؟ حلوه. يا قوي يا قادر، يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا بينوا احضروا بينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية، انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا. والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا. يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم. بارك الله فيكم.
فاهمين. ديانتك ايه؟ حشرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لاذوك. تعالى هنا صلاح. ابعد ابعد لاذوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. يا لطيف اللطف. اطلبينا في مكان. يا لطيف اللطف. اطلبينا في مكان في يوم قدير. يا لطيف اللطف. يا لطيف اللطف. يا لطيف اللطف. يعني انت يا انس حاضر اللي بيني وبين علي وخوفه عليها وان انا عملت اللي عشان اجيبها جنبي تقوم تشيلها بودره؟ يا بني ادم افهم، مين اللي هيتجنن في دماغه ووقف ست زي القمر كده وقلعها دومها من الباب للطرق؟ وبعدين كلها 3-4 ساعات وتوصل في السلامه وتقفش التلات بواكي. يعني انا هسافر لوحدي مش هركب معاك العربيه؟ صح. لا 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 لا، انا هلبس انا البتاع ده وقابلك في اي حته ادهولك. تقابلني فين يا عم؟ اتحط في مكانك انت، لو خطيت خطوة واحدة هتتقفش وتروح في داهية. اللي اقول لي بالصلاة على النبي، هي البتاعة دي فيها قد ايه؟ بص لي يا ست، الموديل ده في 40 جيب، كل جيب في كيس ب75 جرام، يعني انت هيبقى حضنك 3 كيلو حلاوة. 3 كيلو بودرة؟ وعايز تديني 3000 جنيه؟ ليه؟ هو كيلو البودرة بكام؟ ما تزغرتي بالمرة وتجيب لنا البوليس. انا خايف عليك من المشوار ده. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ بقول لك 3000 جنيه قليلين. ما قليلين الصراحه. طب ما اكلم صاحبك. بقول لك جنيه زياده، ده مبدا عندي. بعدين قوم البسيه وادعي انه يجي على قدك. يلا يا قمر. المكتفين اجداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم. طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السوداء دي؟ انا عندي اللي صالحنا عليهم، بس عقبال ما استدعيهم نتفق فيها كام يوم كده. غضبانين ايه ووقعت على حد؟ انا مش مصدق الكلام ده صلاح. ما احنا البني ادمين كده جهله، ما بنصدقش اللي بنشوفه بعنينا. طب يا ستي، عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعه دول، ايه المطلوب؟ عايزه بخور بس غالي شويه، ب5000 جنيه. ليه؟ اقول لك عليه وتجيبه انت ماشي، تديني فلوس واجيبه انا ماشي، اللي انت عاوزه. طب انا عندي حل كويس، ادي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ اكملهم لك الخمسه. تبقى تجيب انت البخور، دي حاجات غاليه وتمنها بالدفع مقدم. انا لسه ما اتكلمتش على اي فلوس ليا. خلاص يا حاج صلاح، اديني دقيقه اروح اجيب لك 5000 جنيه. انا هاجي معاك يا محروس. استني انت، بص على مراتك. هي ام صباح خير ان شاء الله. مبروك عليك الجوازة التانية يا عسلية. الصلاة على النبي، متفصل عليك بالمل بس تقيل وزي الدهية ومحدش يقدر يستحمله. قولي بقى والنبي يا اخويا، احكي لي المشوار واحدة واحدة كده. هو احنا هنحكي في المحكي؟ ما اكتبه لك في ورقة احسن. جرى ايه؟ فتون. لو مش هتقدري قوليلي. ليه؟ شايفني غرقانة في عرقي ولا ركبي عمالة بتخبط في بعض؟ اديني نمرة الراجل بتاع رمسيس عشان مش معاي. هو اللي هيكلمك. طب ولما توصل مدينة السلام ايه اللي هيحصل؟ التاكسي هيوصلك لحد الشقة، هتطلعي دقيقتين تقلعي الجيلي وتنزلي، التاكسي هو هيجيبك للشقة عندي. شقتي دي اللي هتطلع تقلع فيها؟ اللي هتستلم منك اسمها سيدة. فتون، أنا عايزك هادية وراسية. الحكومة عادي ممكن تطلع القطر ولا يهمك، انت برنسيسة ومحجوز لك درجة أولى. فتون، خلي بالك من نفسك يا أخويا. هو أنا رايح أحارب قطيعة بلا نيلة؟ سلام عليكم. سلام يا وحش. جرى إيه يا أنسي؟ جدع راجل يعني، تشيل حديد. أبو سيدك يا كوثر ما توضحنيش. خمار، بسم الله ما شاء الله. ايه الجبروت ده يا بت؟ تتجوزي واحد وانت على ذمه الثاني؟ اسكتي يا كوثر اسكتي. انت هربتي لما راشد قتل الونش؟ اسكتي بقولك اسكتي. هسكت بس قولي لي، الناس دي دافيعه ومعاها فلوس؟ ما انت هتاخدي 5000 جنيه، عايزه ايه تاني؟ ال 5000 دول على كسلفتك.
أما علاجك أنتي بقى فمعايا أنا ب25,000 جنيه يا حبيبتي. علاج إيه؟ علاج إيه؟ علاج الفضيحة اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسلية. أنا هجيب لك 25,000 جنيه منين؟ من جهنم، أنا مالي؟ أنت مستني عليا أسبوعين بس، هضحك علي بأي كلمة عشان أجيب لك المبلغ. أسبوع. ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبة قلبي، هقول له جوزك على المستخبي كله. يا عسلية. أول مرة أعرف إن في دخول ب5,000 جنيه. يلا المهم توقف على رجليها للسلام. أيوة يا معلم أنسة. تليفونها اتقفل. يا معلم القطر وصل في ميعاده. أنا دخلت لحد رصيف وشفته. خليك في مكانك وما تتحركش. أكلمك تاني. سلام. البنت اتمسكت يا أنسي؟ مسكتش. أنا سامع المكالمة مع الواد. تليفونها اتقفل أول ما وصلت المحطة، يعني الحكومة مسكتها. علي لما يخرج هيصلخ وشي. المرة دي طمعت في اللي شايلها يا راشد. مستحيل. فتون ما تعملش كده فيا. ايه يا عم؟ اتوحد الله كده. ايه مالك؟ اجيب لك ميه؟ لا ما تسيبنيش وانا بكلمك، خليك مؤدب. سيبوه يلا. ماشي يا علي، يلا بينا. تعال تعال. عادي عادي عادي، ده عشان لسه انت في الاول. عادي عادي، انا حاسس بيك، حاسس ان في حاجة خلقك من جوه، صح؟ ابلع حزنك، ابلع الحزن اللي انت فيه. واقول لك عيط، عيط براحتك بس من غير دموع. الدموع دي ما تبانش وما تنزلش. انت فاكر السجن اللي احنا فيه هو ده؟ السجن تسجن كل حاجه جواك، دموعك، حتى صوتك، اي حاجه وجعاك. ما يصحش تبان قليل في السجن، ما يصحش. ضعفك داري، قوتك وريها للناس، فاهم؟ فاهم؟ بس عارفة يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيرة جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبه جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعه اللي لابسينهم صباح؟ لا 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 لا، الحكايه بجد، الست دي بتعرف، صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانه؟ انا ممكن اقعد النهارده ما انزلش. لا لا، روح شوف راك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تامين العربيه وتاني جاي. انت هتروح لام صباح؟ انا هحضر الغدا الاول واروح لها. محروس. خد بالك من نفسك بقى. حاضر. أنا عايزك أنت اللي تاخدي بالك من نفسك. حبيبتي. الحمد لله يا رب.
لزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها، طب أعمل إيه؟ وأروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محبس. أعملك معايا هريسة؟ حبيبتي يلا شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك انت نفسه. يلا حبيبتي السلام عليكم. صباح الفل يا باشا. معلش اني بكلمك في البدري. ربنا يوسع عليك ما يأمر عليك ظالم. بقولك يا باشا، مفيش شيلة جامدة كده اعترتوا فيها كام ساعة اللي فاتوا دول؟ ست ودي اتمسكت بيه. لا ترمضولي ايه؟ لا 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 مش هي. ماشي يا عمهم، صباحك رزق ان شاء الله. بس والنبي لو ظهر قدامك حوار زي اللي لغيتك عليه ده بقى لغيني. ماشي، احنا معادنا اول الشهر ان شاء الله. سلام يا عمو. الف سلامه. بقول لك يا عمو انسي، هو اللي انت كلمته ده بيخدم فين؟ في مكتب المكافحه ذات نفسه. سكة من اتنين يا راشد ملهمش تالت. البت دي طمعت في الحاجة وهي في القطر، الشيطان وزها وقالت تخلصها من لكن نفسها. السكة التانية تكون متفق مع البت دي وعايزين تأكلوني اللي ما يتاكلش. لا وعهد الله اللي في دماغك ده ما حصل، ولو فتون هي اللي عملت كده يبقى ضربتنا على علينا احنا الاتنين. مش مصدقك بس ماشي. انت كده كده بتاعي لحد ما اتاكد انك ما بعتنيش للبنت دي. وهجيبها هجيبها هجيبها، كيس واحد من اللي معاها يطلع. ولما اجيبها هي اللي جابته لنفسها بقى، هعمل لها ايه؟ ماشي، انا مش هفكك غير لما ترجع. امرح، عايزك تبرطع. سلام يا برنس. منك لله يفتون، منك لله يفتون. ايوه 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 حاضر. صباح الخير. في ايه؟ هي الساعة كام؟ داخلة على 10. وايه اللي جايبك يا فتون الساعة 10 الصبح؟ خير؟ ايه قلة الذوق دي؟ هو انا كنت بايتة في حضنك؟ طب والله العظيم انا ما نمت من امبارح. ما نمتيش من امبارح؟ طبعا. ما هي دي الشغلات اللي بتنيم الناس وش الصبح. طب بذمتك مش الشغل عند فاضل كان احسن وانضف؟ على الاقل اهو فنانه راحت، الفنانه جت، بدل الرجوع وش الصبح ومحدش عارف جايه منين. هي الامخاخ الوسخه اللي زيك دي هي اللي بتفكر كده. يا اخي انا كنت في قهوه في وسط البلد قاعده على كرسي خشب لحد ما عظمي نشف. ما عندكش حاجه اصطبح بيها؟ هو انت ما عندكيش دم؟ استباحة ايه؟ اللي يخلي واحدة زيك تسيب بيتها وتروح تبات على كرسي في قهوة في وسط البلد؟ تصدقي وتأمني بالله أنا غلطانة، غلطانة إني أول ما فكرت أروح لحد جيت لك أنت.
ما انت عيلة إلا وحتودينا في داهية. اوديكي في داهية. واضح من كلامك انك عاملة مصيبة. خير يا فتون؟ في ايه؟ هاتي من الاخر. اسكتي يا بنت، انا عملت غرزة شقاوة كده بس هتنقلني نقلة تانية خالص، بس هي محتاجة شوية تظبيط. هتعملي لي قهوة ولا لا؟ طبعا اعمل لك احلى قهوة يا حبيبتي من عينيا طبعا. والغرزة اللي حضرتك غرستيها وجاية بيها غرزة شمال. شمال الشمال. انا كان قلبي حاسس انك ما بيجيش من وراكي غير الغرز الشمال، بس خلي بالك يا فتون، الشمال بتاعك بيجيب في رجليه البوليس اللي بيجرجرنا على الاسم ويبهدلنا. خلاص يا فتون وقولي كنت جاية وعايزة ايه. انطقي يا زفتة. عايزة ايه؟ هو بعد اللي انت قلتيه ده انا هقولك حاجة؟ ده انا هفكر اذا كنت احكيلك ولا ما احكيلكيش، بس الموضوع ده عايز قلب جامد وحد ما بيهموش حاجة. وبعدين انتي لما مؤاخذة يا غنوة يا اختي، مالكيش غير في الحنكرة والبسباسة. لا يا حبيبتي، الشغل ده انتي اللي تعرفيه. انا اخري اشرب كاسين واسكر. اوكي، اخد لي سجارتين فيري جود، وممكن اخرج واتبسط لي يومين، اعمل شوبينج حلو واتبسط، بس ما اخدش فلوس. حد الله ما بيني وبين الفلوس، والحكومه ما بتحاسبش حد على انه بيصاحب. انا عارفه انت بتبصي علي عشان خدت فلوس من فاضل ده لاني شغلتك عنده. مير يعني زي اي سمسار. يعني من الاخر كده انا عم على وش الفتة، انما غوص فيها نو. اوكي، تصدق انت بوظتي الفتة على اللي بيحبوا الفتة. عندك حق، انت ملكيش في حاجة خالص. ايوه، ما ينفعش في ايه؟ ما تخلصي يا فتون وتجيبي اللي في بطنك، بدل ما انت معلقالي الطعم في الهوا كده. انجزي وقولي عايزة ايه. انا اتخطفت من 3 ايام. اتخطفتي؟ مين اللي خطفك؟ فيك ايه يا بت؟ انت جسمك مورم كده ليه؟ ما تنطق. لا ده انت دماغك بتدور فيها حاجات كتير قوي وغويطه لدرجه انك مش سامعاني اساسا. سامعاكي. امال في ايه؟ ما تنطقي. ان انا كنت عايزه حد يفكر معايا. انا ما ينفعش اغلط، انا مش هتربى عليا الدنيا اكتر ما هي متطربقه. انا مش فاهمه حاجه يا فتون. ولا عمرك هتفهمي حاجه. مش مهم، لو حد سالك عليا اي حد، انت ما شفتنيش يا اختي. اخر مره شفتيني لما كنا في القسم. ماشي، سلام. سلام يا فتون. زينب، زوزو، انت فين قطتي؟ حاجة زينب، زينب. زينب، 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 زينب،
هنا. زينب! شنب الاسود. يا صلاح! يا صلاح! يا صلاح! افتح يا صلاح! يا صلاح! زينب! زوزو! انت فين قطتي؟ حاجة زينب! زيتي! زينب! 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 اسأل عليها مين؟ دي ضايعة ملهاش حد. كده يا زينب، كده يا زينب، ما توحد الله يا اسطى، ما يمكن كل الظن ده يطلع غلط وترجع. ما ممكن ترجع؟ لو هترجع تاخد فلوسي وذهبي ليه؟ هي ممكن ترجع يا صلاح. ما ترد عليا يا صلاح، انت تقعد تسبح اليوم كله. استغفر الله العظيم، اتوب اليك يا رب العالمين. انا مش عارف النصايب بتحدف علينا من كل ناحيه كده ليه؟ ليه بس كده يا رب؟
بس كده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يعني ايه؟ طب والحجاب والأدب والتقى والصلاة دي خلتنا صلي يا صلاح. أنا بقيت أصلي وبطلت أبير. ليه يحصل معايا كل ده يا صلاح؟ وكل ده كان إيه يا صلاح؟ النصيب كتب. النصيب كانت بتشتغلني يا اسطى. ده ما عداش على نزولها ساعتين تلاتة. يعني استنى شوية. لا تستنى ده ايه؟ ما تستنى. طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجة. انت دلوقتي حالا تروح القسم تقول لهم انها سرقت الذهب والفلوس. يلا بسرعة يا صلاح قبل الوقت ما يفوتنا. طيب ولما تسأل هي مين ومنين نقول لهم ايه؟ بقول لك ايه، اوعى اوعى تقول لهم ان احنا عملنا لها بطاقه او شهاده ميلاد بالاسم اللي هي قالت عليه. اوعى لنروحوا كلنا في داهيه. انت هو ده اللي شاغل بالك يا صلاح؟ اه. نقول لهم ايه؟ ما احنا مش ناقصين نصايب على النصيبه اللي احنا فيها ده. هي ممكن ما يطلعش اسمها زينب اصلا. الغريبه اللي ما كانش باين عليها. لا 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 لا، أنا في كابوس. ده كابوس ده. ده مش حقيقة. ليه كده يا زينب؟ ليه يا زينب؟ أنا عملتلك إيه؟ لطف بيه يا رب. ده ما انه اتجنن يا عم صلاح. الطف بيه يا رب، ربنا يلطف بيه. بقى دي اخرة المعروف اللي احنا عملناها معانا اترد علينا كده بشر. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ينجينا من الدنيا الظلمة دي، من الناس الظلمة دول. لا حول ولا قوة الا بالله. مش هترجع يا صلاح. مش هترجع. خدتها معاها. هي خدت ايه تاني غير الدهب والفلوس؟ الحرباية. خدي يا بنت وخرسي. بس بس تعالي. بالامانه يا فتون، الموضوع اللي انت جايه فيه الرضا دغري؟ اسم الله على مهامك يا اختي. يا بنت يكونش جوزك ده مدرس جغرافيا؟ ده انا الشاب. والحمد لله ربنا اكرمني وتاب عليه وقدرت اخليه ينزل يشتغل سواقه على التوك توك، وربنا يبعده عن السكه الغلط. بسم الله ما شاء الله. لا يا اختي ما تخافيش، السكه صح. خدي بقى ما تقرفينيش. خدي. هو الواد ده اسمه عاصم؟ لا عصام. اه يا اختي معلش بنسى. والمحروسه دي اسمها ايه؟ شاهيناز. انا هروح ارد على الواد. أمك عواطف وأبوكي رضا واسمك شاهيناز. ده إيه ده؟ ده Thank you.
ما تقلقيش ما تقلقيش، انا خدت رقم الموتوسيكل وهتصل بالبوليس. اه ايه ده؟ هي ما بتتكلمش ولا دي الصدمه دي؟ طب تعالي تعالي اركبي معايا، ما تخافيش يا حبيبتي، تعالي تعالي اركبي اركبي اركبي، ما تخافيش. خشي يا حبيبتي خشي، ما تخافيش ما تخافيش. اطلع اطلع. والله والله انا ما افتكرت هدوم مين اللي انت بتكلميني عليها في التليفون، بس قعدت تفكرني بقى فتون وعسليه وبلاء، وانا بقى على ما جمعت. ازيك يا فتون؟ حلو. انا بعمل لك القهوه اهو، واعملي لي معاكي شويه شاي كده في الخمسين. نعناع يا حاضر. خد يا رضا، انا معايا بودره هروين. طب قومي خشي نقطه الميه وانا هدير عليكي. افهم يا راجل، انا معايا كميه عايزه اصرفها، تعرف حد يشتري وتبقى مالي ايدك منه؟ لا لا بلاش الخطفه دي، بالراحه واحده واحده. رسيني على الدور. اخلص. عندك حد يشتري؟ على فكره انا هديك نسبه، والنسبه هتبقى كبيره، دول 3 كيلو. بودره بجد ولا فلوروست على روفو؟ عيب يا راجل انت، بودره نمره واحد، اصطف بشوات. اه بس لو سألوني طالعة منين، ما برضو كمية، ولازم تقولي انت جبتهم منين. من سوق الجمعة. عندك حد يشتري؟ ده بيع وشراء. عندي. هي فتون عايزة منك ايه؟ ابدا. هتعوزي كل خير ان شاء الله. سرقت مني 400 جرام ذهب. 400 جرام ذهب؟ و45 ألف جنيه. يعني أنت متجوزها وما تعرفش عنها أي حاجة؟ مش غريبة الحكاية دي شوية يا أستاذ محروس؟ يعني واحدة اتعرفت عليها ودخلتها بيتك واتجوزتها وعرفتها فلوسك فين ووريتها الدهب اللي عندك، كل ده في شهرين ثلاثة؟ أمر الله سعد، هو ده اللي حصل. طيب ما تعاركتوش مع بعض؟ ما شتمتهاش؟ ما مديتش ايدك عليها؟ ابدا. ما شفتهاش بتكلم حد في التليفون؟ جالها رساله كده ولا كده؟ نزلت وتاخرت في يوم؟ هي لما كانت قاعده معانا في مده الثلاث شهور دول ما خرجتش بره البيت، وقبليها كان مقفول عليها الباب بتاع المكتب. قبل كده بقى ما نعرفش عنها حاجه. أنا لما عرفتها ما كانش معاها ورق، كانت بتقول إن الورق بتاعها اتحرق في البيت بتاعهم في مصر. معرفش بقى الحكاية دي كذب ولا تأليف. وأنت صدقت وعادي كده؟ في حد يعمل كده يا محروس؟ أنا عارف إني سلمتها رقبتي يا باشا. أنا عارف. معاك صورة ليها؟ صورة صورة. معايا. هات يا محروس، هات هات يا محروس، الله يحرسك. اسمك
ايه بقى غير محروس؟ روسه. محروس كده احلى وارمل، مش عاجبني روسه ده. محروس لو شفتيها بعد ما اتسرقت كان حالتها تصعب على الكافر. يا عيني ده ايه الحظ الاسود ده؟ ودي اسمها ايه بقى؟ اسمها لبنى يا ابني. طب يا لبنى الورق بتاعك. الورق ايه؟ خش خش. الورق بتاعك، الورق كان في الشنطه اللي اتسرقت. يا ابني يا ابني بتسمع ما تشغلهاش وبتكتب كمان. احنا عرفنا حكايتها كلها بالكتاب. اربع ساعات بتكتب لكم يا ابني؟ ده حالتها تصعب على الكافر. اهلها كلهم ماتوا في ليبيا ورجعت بالهدوم اللي عليها، حتى فلوسها وورقها اتسرقوا. تصور بقى واحده غايبه عن مصر 15 سنه واول ما ترجع تتسرق. هو ده بقى الحظ الاسود. الحظ الاسود. ده حظنا احنا الاسود. طب ودي جايبينها معاكوا ليه؟ اتلم. والله العظيم بتكلم بجد، جايبينها معاكوا ليه طارق؟ وانا قلت حاجه يا ابني؟ الظروف خلتنا ما ينفعش نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها تتبهدل. ايه قولي لي، عايزه ايه؟ عايزه تقولي حاجه؟ عايزه تكتبي؟ طب استني ثانيه واحده. اوعى اوعى حدي. اتفضلي. خدي حبيبتي اكتبي. أنا مش خارصة. إيه ده؟ دي طلعت مش خارصة؟ إهدي عليها شوية. أنا كنت بتكلم، أنا جاية أدور على عمي، هو ساكن هنا في المنيا وده الوحيد اللي فاضل من عيلتي. أيوة، وعمك ده ساكن فين؟ مش فاكرة كان ساكن فين. هو بيته كان قديم وشارع واسع. لا سهلة والله، اطمنت عليكم. المهم، طب اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحمن احمد محمد المنياوي. بس خلاص ما تقلقيش، ان شاء الله هجيب لك عمك. طيب هسيبكم انا بقى بما انكم جبتوا حاجة تسلوا بيها. هتستنى يا ابني تتعشى معانا؟ عايزة مني يا ابني. طيب وبعدين ما رحتش الشركه النهارده طول النهار في المطعم. وبعدين انت عندك لبنى اهي، طبطبي عليها بقى ودلعيها، اقعدي تفكري بقى هتلاقوا عمها ده فين. جاي معايا على الطريق؟ لا لا لا، روح انت، انا عندي مشوار كده هحصلك. سلام. انا معلش حبيبتي ما تزعليش مني، هو طارق كده طول عمره مدب بس والله طيب قوي. معلش ما تزعليش. ما بدل الرغي ده خديها تغسل وشها وتفوق كده لغايه ما نحضر العشاء. يلا يلا تعالي معايا. اتفضلي. حاسس كده ان ربنا حطها في سكتنا عشان ما تتبهدلش البنت في الشوارع. ربنا يكرمك ويجازيك على طيبة قلبك. ترد.
تمام. هربت مراتك؟ هربت صح؟ الله الله، انت عرفت منين؟ لسه قايلين لي فوت، ما اسمهاش زينة ومن بولاع. سرقتك؟ خدت تحويشة عمره. كم يعني؟ خدت ذهب وفلوس يجي بربع مليون جنيه. اديني 5000 جنيه وانا اقول لك كل حاجة عنها. ايه ايه 5000 بتوع ايه؟ ماشي ايه؟ ماشي صلاح، ماشي ماشي هديهم لك، بس قولي لي هي مين وعملت فيها كده ليه؟ اسمها عساليه سعيد، وكانت متجوزاك وهي عزيمه راجل تاني اسمه راشد الغول قتل قتله. ايه ده؟ لا يا صلاح، لا لا لا، الست دي كدابه صلاح. ها. والله العظيم كدابه. اقعد اقعد اما تشوف. انت بتقول اي كلام؟ اقعد يا عم. لا يا عم اقعد. مش عم انا متجوزها بنت بنوت؟ كانت متجوزه ازاي؟ استنى بس ما نشوف وراها ايه. ايه ده انت هتشتغليني؟ جرى يا اسطى محروس؟ ده بيشتروا دلوقتي من الصيدليات وفي منه اصلي وصيني. هو ده؟ هو ايه ده صلاح اللي في منه اصلي وصيني؟ للاسف اللي انت وقعت فيه يا اخويا. الشرف اسم الله على مهامك. الشرف اسم الله على مهامك. استغفر الله العظيم. مين اللي انتوا كنتوا مجوزاه لي ده يا صلاح؟ استغفر الله العظيم. مين بنت الكلب دي؟ استغفر الله العظيم. ده مين اللي بعتها دي؟ استغفر الله العظيم. ايه اللي بيحصل فيا ده؟ استغفر الله العظيم. بقول لك ايه؟ قولي لي هي فين وهديك كل اللي انت عاوزاه. هي فين؟ ايه يا رضا الفيلم الهندي اللي انت عملته على مراتك ده؟ خسار ايه وتماثيل ايه الكلام ده؟ ما لو عواطف عرفت ان المصلحة مخدرات يعني مش هتسيبنا في حالنا. عشان كده فضلت طول الليل ارغل ارغل ارغل، ما نامتش ما ارتحتش الا ما قلت لها الكلام ده عشان تاخد العيال وتمشي. ما انا عارفه يا اخويا، ما انا كنت مريحه على الكنب وسامعه الزعيق والزنه لحد الفجر. ما سكتتش الا ما قلت لها انا عملت في الموضوع ده 100,000 جنيه. وسعت منك دي. الا قول لي يا رضا، هو التاجر اللي انت جايبه يشتري انت مالي ايدك منه؟ يعني تعرفه من زمان؟ لا معرفوش، ده ما جايب الواد ناشد صاحبي. بس الواد ناشد صاحبي ده انا اضمنه برقبتي. رضا انا عايزك تبقى ضهري، يعني الدفع فوري، البقع على راس الميت، ياخدوا البضاعه يدونا فلوسنا. ماشي تمام، بس قولي لي فتون، يعني هي البضاعه دي قريبه منك؟ يعني ربما يعني الراجل يحب يطلع عليها. يا اخويا البضاعه قريبه تحت ايدي. صباح الفل يا رجاله. اهلا يا حبيبي. بقول لك ايه يا برنس والنبي؟ امرنا امر الله. انا مش معايا سجاير. طب وانت عايزني اعمل لك ايه؟ يعني ابعت هات لي سجاير. ده أول كشك بعد 15 كيلو. كلم المعلم يجيب لك. طب ما تجيب سيجارة. عاوز سيجارة؟ يا ريت. عينيا. ربنا يكرمك. رجالة والله العظيم. تسلم.
آخر واحدة. في ايه بس؟ انت عايزه تخرجي؟ عايزه تجيبي حاجه يعني من بره ولا عايزه تروحي لعمك؟ في ايه؟ انا مش فاهمه. طب اكتبي. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي اقعدي جنبي، تعالي اقعدي. في ايه؟ قولي. انا مش فاهمه. طب بصي، خدي خدي اكتبي لي. انا ضايقتكوا كفايه بقى، لازم امشي. ضايقتينا ايه بس؟ ما البيت واسع هو الحمد لله. وبعدين انتي لو مشيتي هتروحي فين؟ هدور على شغل اكسب منه فلوس اعيش بيه لحد ما الاقي عمي. هو انتي مش عايزه تقعدي معانا؟ انتوا ناس طيبين قوي، اكرمتوني، كفايه عليكم كده. بصي بقى، هي كلمه واحده، انتي هتفضلي قاعده هنا معانا ومش هنسيبك الا لما نطمن عليكي. امسكي، مفيش الكلام ده، امسكي خليهم معاكي. خدي، اسمعي الكلام، اسمعي الكلام، خليهم معاكي. لا، خليهم كلهم كلهم معاكي، كلهم معاكي يا حبيبتي. طب اقول لك ايه يا ماما بقى، انا هاخد لبنى ونروح كده نشتري شويه حاجات، وممكن نعدي على بابا في المطعم، ايه رايك؟ فكره حلوه، انا شايفه كده برضو. انت خرجي معاها اتفسحي وغيري جو. خلاص يا حبيبتي، انا هطلع اغير وانزل اخد على طول. ماشي شويش وبالراحة بالراحة، اشتري ما تدعيش. حاضر يا اخوي، حاضر. ادخل يا ناشم. اتفضل يا معلم. الست فتون. ازيك يا فتون؟ ازيك يا ابو هناء؟ يا مرحب يا مرحب. الدنيا دي ضيقة قوي. الله، ده انتوا طلعتوا معرفة بقى. معرفة قديمة، وجيرة، وجوزها كان حبيبي. يعني كده الكلام بقى مش محتاج كباري. اخلع انت يا ناشم. اخلع؟ مصلحتي عند مين يا معلم؟ عندي. يا صاحبي، ما انا زيي زيك. لا، انت مش زيك زي اي حد. انت قريبي، وانا ببيتك وفي حمايتك. اقعد. الله 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 الله، ايه يا ست الكل؟ الله، هو احنا جايين نتعارك مع بعض ولا ايه؟ انا قهوتي على الريحة. قوم اعمل له القهوه. عارفه يا ست الكل، انا اخر مره شفتك امتى؟ لما كنت بترقصي في الكباريه. بصراحه كده انا اتكيفت منك. تمام، أنا هدفع 50,000. يفتح حل. لا لا يا معلمة، لا مش كده. أنا جيت ومش هحل كان لما أخد البضاعة. هو ده الكلام. لا 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 لا، ده مش كلام يا معلم. هو ده الكلام. وأنت ما تتكلمش. الله، أنا هاخد 100,000 جنيه. كتير.
خلاص زي ما بيقولوا الناس نقسم البلد نصين. هو مش قالك ما تتكلمش؟ بتتكلم ليه؟ لا في دي بقى عنده حق، عشان احنا لا مؤاخذة في بيته يبقى 75,000. فين البضاعة؟ وانا اوريك البضاعة ليه؟ هو انا كنت وافقت. الله مخلصنا بقى. 75,000 حلوين مش قليلين. طب فين الفلوس؟ نص ساعة وتكون عندك. لا انا مش ورية ابعد، انا ساعتين عقبال ما اروح بولاق واجيب البضاعه واجي. بولاق؟ انت مكمره البضاعه بشقتك في بولاق؟ اه امال يعني هكمرها فين؟ انا هخطف رجلي اروح لبولاق اجيب البضاعه واجي، وانت تعمل تليفونك وتجيب الفلوس، ومش هرجع على هنا غير لما اكلم رضا على المحمود قال لي الفلوس موجوده هاجي. ماشي. طب ابعت حد معاك يونسك؟ لا تشكر، التاكسي اللي هيوديني هو اللي هيجيبني. سلام يا اخويا. سلام. كده بقى 75,000 وسبعة ونص بتوعي عمولتي 10%. تمام؟ كده بقى تشرب القهوة يا ابن عمي. أوامر يا مولانا. عارف فتون طبعا. يعني استناها بمكنة واقطرها لحد ما ترد الموضوع. أمين. حاضر يا معلم، أكلمك في كل محطة كمان. ماشي. سلام يا كبير. بالسلامة. هات مفتاح المكنة. رايح فين؟ مشوار ساعتين وجاي. يلا سلام. حلقة عظمة. ايه؟ يطلع لابوك بقى على السما واساله القصة دي كريستيانو رونالدو ولا مش كريستيانو رونالدو؟ كريستيانو رونالدو. يلا جدع. السلام عليكم. عليكم السلام. في واحدة اسمها عسلية ساكنة هنا، مش ده بيتها؟ هو دول الأرض. بس الشقة فاضية مفيش حد. هي ما جاتش اليومين اللي فاتوا دول. عسلية طفشانة بقالها شهور. انت بتسأل عليها ليه؟ انت ما تعرفش اختها فين؟ فتون غلطانة بقالها يومين تلاتة. قول لي بس انت عايز ايه وانا اريحك. ريحني بس. شاكرين يا سيدي. ايه التايه ده؟ السلام عليكم. انا عايز اعمل محضر سري. خش جوه. مش هتفتح. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا عايز اعمل محضر سرقه. انا اتسرقت في اسكندريه، عملت محضر هناك ودي صوره المحضر. فين الشقه يا ابني؟ ايه المشكله؟ طيب المشكله ان مراتي سرقتني. هي اسمها هنا عسليه وفي اسكندريه اسمها زينه. عرفت منين بقى ان مراتك عسلية بتاعت القاهرة هي زينب بتاع اسكندرية؟ عرفت من واحدة كده. ايوه مين الواحدة دي؟ واحدة ست كده بتاعت ربنا مكشوف عنها الحجاب، كانت جاية تعالج مرات اخويا يعني مبقاش فيها، فشافت عسلية دي مرة واحدة قبل ما تسرقني، ولما جت بعد كده عرفت كل اللي حصل لوحدها. والست اللي مكشوف عنها الحجاب دي اسمها ايه؟ اسمها ما هي دلتني ان عسلية دي هنا وموجودة في بولاق و اسمها ايه؟ اسمها الشيخة كوثر. الشيخة كوثر. وطبعا خدت منك 5000 جنيه صح؟ انت مكشوف عنك الحجاب برضو يا باشا، انت عرفت منين؟ هي نصابة ومتسجلة عندنا نصب. هي ست كبيرة كده شوية وتملي بتلبس عبايات سودا صح؟ صح مظبوط. نصابة بس برضو مكشوف عنها الحجاب، هي ما كدبتش عليك. كوبانية واتعملت عليا. يعني كوثر دي معاها؟ ازاي؟
يا باشا دي ما كانتش تعرفها اصلا. وانت لما جيت تتجوزها ما شفتش في شهاده الميلاد ولا البطاقه اسمها زينب ولا لا؟ يا باشا هي ورقها كله ورع هنا في البيت لما اتحلق بيتهم في بولاق، فلما نزلت اسكندريه عملت شهاده ميلاد وبطاقه وكده وعملنا لها فيش وتشبيه وطلعت ما لهاش حاجه. هي مش متسجله عندنا. طيب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انت هتستنى هنا معانا شويه لحد ما يجي رئيس المباحث، وبعدين بقى تبقى انت تحكي له حكايه زينب دي من الاول خالص. يا باشا انا احكي لاي حد بس غتوني. طيب اتفضل. والله العظيم سرقت صيغه مراتي كلها شقى عمري. ان شاء الله هنرجعها. والله العظيم ان شاء الله. اتفضل بس هي عمري. من هنا انا ما اعرفش، انا من اسكندريه كنت جبتها. هنرجعها ان شاء الله بس اتفضل هنا. الله يبارك لك. اتفضل. يا ولد الاهل تعالي يا لبنى تعالي. بس هاي يا ستي ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا ده؟ يعتبر اكبر مطعم في المنيا كلها. ايه رايك عجبك؟ هاي طارق بابا فين؟ بابا لسه ماشي. ماشي اهلا اهلا. تعالي تعالي اقعد. ازيك يا نبيل؟ مساء الفل يا ست الكل. لحظه واحده وهتلاقي الترويزه زي الفل. هات لي والنبي النسكافيه اللي بتجيبه لي كل مره. عينيا. تشربي ايه يا لبنى، شاي ولا نسكافيه زي يا عم؟ هات لي ليمون وهات لي قهوه. عينيا يا باشا. قولي لي بقى عمك ده اسمه ايه؟ هاتي هاتي انت فضلي ماسكه الحاجات دي. هاتي نبيل هاتي ورقه وقلم. عينيا يا باشا. اكتبي لي اسم عمك هنا. مساء الخير يا معالي الباشا. كل سنه ومعاليك طيب. والله يا سيادة اللي وانا مكسوف منك، كل مرة أكلمك أبقى عايز منك خدمة. ده عشمنا يا باشا. واحد اسمه عبد الرحمن أحمد محمد المنياوي. مواليد المنيا. كنت عايز عنوانه بعد إذنك. لا لا يا باشا مفيش مشكلة ولا حاجة، شايلينك للتقيل. دي واحدة قريبته بتدور عليه. شكرا يا باشا. تعبك معايا. اتفضل. ها ايه الاخبار؟ بكره ست العنوان هيبقى عندك. نبيل هاتي القهوه بتاعتي جوه. تمر يا باشا. جوه انت مش هتوصلنا؟ اوصلك انت لسه جاي. اركبي تاكسي. تاكسي؟ ما تروحوش في حته انا جاي لكم. ها خش اعمل مكالمه تليفون وارجع. هو طارق كده على طول بيبقى في الشغل متعصب ومش طايق نفسه. بس قولي ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا؟ حلو صح؟ هتتبسطي بالحاجات اللي عملناها شعبية جميلة. ايوه سمير. لا خليك زي ما انت. هي مش جاية. انا في المقطة مراجع. سلام. تبقى حلقة لنا. انا بتكذب علي عشان تغلص مني. والهيروين مش في بيتها. في حتة تانية. انت متأكد البلوزة يا رضا؟ هو ده تمثال الاثار اللي انت قلتلي عليه؟ ايه وليا في ايه وليا؟ انت هتولوليلي في ايه؟ مش قريبتك وانت اللي قلت سعيده. والنبي انت ما هتجيبها لبره واخرتك هترجع السجن تاني. وجيني ما انا عدالك في البيت. في داهيه. ماشي يا رضا. ماشي يا رضا انا هوريلك. بس يلا يا سهى. يلا يا عيال. يلا يا شاهيناز. يلا يا بنت. يلا يلا يا اولاد. خلي ابوكوا في الهروب بتاعه. يلا يلا بينا مالناش نقعد هنا. يلا غنوة خدي. خدي ايه وزفت ايه؟ انت ايه اللي جايبك هنا وقاعده دلوقتي في وقت متاخر زي ده؟ ما انا عديت عليكي في البيت ما لقيتكيش، قلت اكيد تبقي هنا وزهقت والله. ده انا كنت هقوم اخبط عليكي. تخبطي عليا فين؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ مهم هاتي من الاخر، عايزه ايه يا فتون؟ عايزه منك خدمه صغيره بس. خير؟ تعدي على علي في السجن تسالي سؤال وتاخدي الرد. ده كل الموضوع. بس انا ما اقدرش اعدي عليه يا اختي، انا بقالي كتير ما عدتش عليه. ده ممكن يضربني ويموتني ويفرج عليا امه محمد عشان خاطري يا اختي. ماشي يا فتون هروح لعلي، بس دي بقى اخر خدمه هعملها لك. فتون انا مش عايزه مشاكل. وبنعمه اخر خدمه. انا مش بتاعت مشاكل، مش عايزه مشاكل والله. ماشي يلا بينا نروح على البيت.
طب عندك اي حاجه في البيت ناكلها معايا؟ وانت على طول همك على لحم بطنك كده. امشي. ايه ده؟ ده يخرب بيت سنك، فضحتينا. اركبي يا اختي من هنا، انا هركب الناحيه الثانيه. اركبي يا بيئه. يلا يا راي. ايه يا صلاح؟ لسه في القاهره، مش هرجع دلوقتي يا صلاح. والله يا صلاح ما هرجع غير لما الاقيها. طب يا صلاح، يا صلاح اقفل دلوقتي وسيبني شوف انا هعمل ايه. اقفل دلوقتي وسيبني انا اشوف انا هعمل ايه. يلا سلام. يا ليتك انها خايفة تيجي تزورني. ايوه، وخايفة كمان تيجي لانت تضربها. اضربها؟ انت جاية ليه؟ اصل هي قالت لي اقول لك انها مش هتقدر تزور عمتك تاني ولا عمتي تسوري. مين؟ انت بتهزري؟ انا معرفش حاجة، هي اللي قالت لي اقول لك كده. قولي. وقالت لي كمان ان هي عندها بسبوسة من اللي انت اكلت منها قبل ما تدخل السجن. قولي تاني. فيتون بتقول لك ان هي عندها طبق كبير من البسبوسة الحلوة اللي انت اكلت منها قبل ما تدخل السجن، وبتقول لك كمان ان هي اخدته من انسي، وهي دلوقتي محتارة ومش عارفة توديه فين او تديه لمين. يا نهار ابوك يا اسود يا فتون، يا نهار ابوك يا اسود. يا عم انسي، يا عم انسي. انا تمام، فهمني بس، انت هتفضل حابسني زي الفار كده كتير؟ انا من صباحيه ربنا على لحم معدتي وعلى لحم دماغي، لا عارف انزل اجيب اكل ولا عارف انزل اجيب سجاير. يا ريتك يا ابني سرقه مني قميص. انا متعور في كتير، يعني لو ما خدتهمش لحم من جدتكو احبسك بيهم 25 سنه ومحدش يسالني في حاجه. طب ممكن موزه؟ هتعمل بيها ايه؟ ده عام ما اكلتش حاجه. خد موزه. طب النبي يا عم انسى، انا مش عايزك تزعل بس يعني برضو كلت الموزه. شد ده انا هشبعك موز. هاي ابو شكلك زباله وطي. كده انت لسه ما غيرتيش؟ ما تغيري هدومك يا بنتي. مش عايزه اغير. هو ايه الهبل والعبط ده؟ هو مش انت اللي قلتي انك بايته 3 ايام في الشارع باللبس ده؟ مش عايزه اغير، انا حر. لا ما هو انا كده بقى هبتدي اقلق. انت بطريقتك دي محسساني انك هتفتحي الباب وتجري تهربي. فيتون فهميني كده بالراحه اول الحكايه واخرها، عشان انا لما رحت لعلي وقلت له الصيني اللي انت بعتيه معايا بصراحه كان بيتشال ويتهبد، وكنت حاسه انه هينط يجيبني من زماره رقبتي، وبرضه ما رسنيش على حاجه. ولا انا هرسكي على حاجه، اديكي رحتي وخلاص. فيتون هو انا لو قلت لك ان انا مش عايزاكي تقعدي معايا هنا عشان انا قلقانه من اللي وراكي ومصايبك اللي ما بتخلصش، هو انا كده ابقى غلطانه؟ طب والنعمه الشريفه، انا عمري ما عملت حاجه غلط. تبنا الى الله. يوم ما اتجوزت استني استني مين؟ طبنا مين يا اختي؟ يعني في حاجات وحاجات يعني. مهم يا اختي، انا هفضل قاعده لحد ما علي يكلمني في التليفون. لا هروح ولا حاجه ولا حد هيعرف اني هنا. خلاص.
ناقصه. برضه مش مصدقاك يا فتون. يا بنت بقول لك لما رحت لجوزك كان خلاص هينط في كرشه وهيجيب رقبتي ويقتلني. بص يا فتون، انا بصراحه زهقت من مشاكلك. من الاخر خدي الفلوس اللي انت اديتيها لي وامشي، كمان مش عايز اشوفك تاني. طب اديني الشريحه بتاعت التليفون احطها في تليفوني، واول ما علي يكلمني هديك الشريحه وامشي. لا والله هبل انا يا بت، يعني اديكي تليفوني واطقيت عنا عن الدنيا واخرب مصالحي عشان ايه؟ عشان عيونك ولا ايه؟ انا عارفاكي هتفضلي تلفي وتدوري وتلفي وتدوري لحد ما تعرفي الموضوع. انا اقول لك على الموضوع يا اختي، اصل انا معايا تمثال دهب وعاوز ابيعه. هبتي يا بنت اللعيبه، البسبوسه الحلوه. طب والله كنت عارفه. طب ولو بعته بقى البت هديكي قرشين حلوين يرستقوكي سنه بحالها. طب بامانه كده سرقتي مني؟ خراسي الا سرقه دي، دي عمولتي في صفقة كبيرة. طب بالنسبة لنصيبي في عمولة الصفقة الكبيرة لما تتباع كيف؟ مش لما بقى تنيل ابيعه؟ ها هتقعديني ولا اقوم امشي؟ ترزعي هتقعدي وهتاكلي هدي يا اختي وهتشربي احلى كوباية شاي. ربنا يستر عمرك ونصحتنا الله عليك. هاي يا دكتور، ايه الاخبار؟ طمنا. انا شايف ان مفيش اي مشكله خالص، عضويا هي سليمه. سليمه ازاي يا دكتور؟ يعني معنى كده ان هي اللي مش عايز تتكلم؟ واضح كده، واضح ان عندها مشكله نفسيه. الكلام اللي انتوا بتقولوه بياكد كلامي. انصحكم تعرضوها على دكتور امراض نفسيه وعصبيه. ايه ده؟ يعني معنى كده ان هي مش عاقله؟ ايه يا مها؟ ايه مها الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مش انا يا ماما اللي بقول، الدكتور هو اللي بيقول. انا بشكرك جدا يا دكتور. ميرسي. يلا ميرسي يا دكتور. يلا تعال. بالراحه، اهدى على نفسك شويه يا علي. اللي انت بتعمله دوت مش هينفع لبره، وهيضرك ويأذيك وهيخليك مش هتعرف تفكر. صحيح انا عايز افكر. حلو، هتفكر في ايه بقى؟ ان انت ممكن وانت قاعد هنا وببساطه قوي تسند اللي انت عايز تسنده بره بالتليفون. صح، عايز تليفون. اعتبره حصل يا اخويا. قال كمال انسى، شوف لي مين نبطش النهارده بسرعه. فتون، ايه ده؟ فتون انت يا بنتي. علي على التليفون، قومي انت. علي. مقتوله. علي علي علي. انت لو بتحسيش انت نايمه وانا هتجنن هنا. انت عارفه عملتي ايه؟ انت عارفه لو انسي مسكك هيعمل فيكي ايه؟ رجع الحاجه بتاعت انسي يا فتون. مش هيحصل يا علي. بقول لك ايه يا اختي؟ سكه بقى شويه كده، عايزه اتكلم انا وجوزي في حاجات ما ينفعش حد يسمعها. سكه في بيتي؟ ده ايه الفجر ده؟ ايوه يا علي، اللي حصل حصل بقى. والهيروين معايا. انت مجنونه وغبيه. ها انا غلطانه وبنت ستينجن، بس هعمل ايه يعني؟ ما اقدرش ارجع لانسي بعد اللي عملته فيه. امال راشد فين؟ راشد معاه، شيلوني البضاعه وركبوني قطر اسكندريه وانا هربت في رمسيس. راشد ده المفروض ان انا اللي مسؤوله منه. الله، بس انا ما اقدرش عليه، ده قاتل اتنين. قول لي يا علي، هو انت يعني عندك سكه تبيع بيها البضاعه ولا ادور انا على سكه؟ معي. يا تونة يا حبيبتي، أنا خايف عليكي، والكلام اللي هقوله هو اللي هيمشي. البضاعة اللي أقولك اتمسمري عندي غنوة،
ما تتحركيش إلا لما أكلمك تاني. أيوة كده، هو ده الذكر بتاعي. أيوة، حسسني إنك خايف عليا. مش من أول المكالمة دب 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 دب، مفيش إزيك، وحشتوني يا تونة يا تنتونة. إيه يا أخي، هو أنا كنت بايتة في حضنك؟ وحشني كلامك يا علي. تونة، عشان خاطري ما تتحركيش، فاهمة؟ عشان خاطري. لا يا أخويا، مش هتحرك من هنا ولا خطوة واحدة، قاعدة مستني. سلام يا أخويا. دي رسالة من اللواء شعبان يا حاج. في واحد اتنين تلاتة أربعة، في 9 أسماء شبه اسم عمها بتواريخ ميلادهم بعناوينهم. سهل، 3-4 ساعات نكون لفينا على كل العناوين دي، وأكيد هي لما تشوف عمها هتتعرف عليه، صح؟ أهو. وأنا هاجي معاكي. وأنت تروح معاهم يا طارق. أروح معاهم فين يا حاج؟ أنا فاضي للكلام ده. ابعت معاهم سواق. سواق؟ لا ما ينفعش. يا ابني في إيه؟ انت محسسني ان انا قاعد مع محافظ المنيا يا حاج. يعني انت عايز نسيب شغلي واقعد الف مع واحده تايهه على عمها اللي عمرها ما شافته؟ هي كلمه واحده، هتروح معاهم يعني هتروح معاهم. حاضر يا بابا. والله انت ما ينفعش غير ابوك. يعني هتيجي معانا بعد الغدا؟ بالليل لما ارجع. بالليل؟ هو انت هتعدي على الناس بالليل تسالهم انت عمها ولا مش عمها؟ ايوه يا ماما، هخبط على الناس بالليل عشان انا مش فاضي غير بالليل. خلاص يا ستي، انا تحت امرك انت وشاهين بيه ومرات شاهين بيه. مالكش دعوة بيا. ليه كده بس يا ام طارق؟ ده انت حبيبي. ماما مش هترضى عنك غير لما تعمل لها اللي هي عايزاه. وطبعا انت عارف انا عايزه ايه. مش ههدى الا لما تتجوز وتبقى في بيتك. طب اعمل ايه اذا كان ال 100 مليون عروسه اللي انت جبتيهم ما عجبونيش؟ وبعدين انت مستعجله على ايه؟ ما كده كده هتجوز. وفي الاخر يا ست اللي هجيبها لك هتعجبك وهتبقى على ذوقي. خلاص يا سيدي، اختار العروسه اللي تعجبك، احنا مالناش اي شرط غير انها تبقى بنت ناس ومن عيله، والعائلات اللي في المنيا معروفين يتعدوا على صابع اليد الواحده. ميل انت على اي عيلة واحنا نكلمها لك. حاضر يا حاج، حاضر. يلا مدوا ايدكم كله. اتفضل. علي، علي. الو. يعني انت يا علي يا رؤي عايز تقول لي انك تغفلت؟ يعني غنوة اللي زارتك امبارح ما قالتلكش مكان البودرة فين؟ انت شايلتها 3 كيلو وراشد وافقك على كده؟ ماشي، خد اقعد افتح السبيكر يا علي. هي دي الرجولة؟ تشيل مرات مخدرات وتركب العربية مع أنسي في الأمان يا ذكر يا عرة القرايب يا إلا؟ طب بتشتم ليه دلوقتي يا علي؟ على فكرة أنسي سمعك وهو اللي شايلها الحاجة. الله، راجل معادنا عنده بيصرف علينا، عايزنا نقول له لا؟ فتون اكيد اكيد عندي خالي زينهم في شقته الجديده. غنوة قالت لي كده لما زارتني، لما راحتش الشقه من اسبوعين. عندي خالي زينهم اللي فتون باتت عنده ساعه جوازك. ايوه فهمت، خالي زينهم. ماشي يا علي، انت مرتني معاك انت ومراتك واختها، انا ما بيجيش من وراكوا غير المصايب. تروح عند خالي زينهم ولو لقيتها ترجع الحاجه بتاعت انسي. بقول لك ايه، هي إيه كلمه بنهي من النهارده؟ انا ماليش دعوه بيك ولا بمراتك. انت بتتني وبتتفرد عليا عشان انا في السجن. حاضر يا راشد، اللي بقوله تسمعه يا راشد وتنفذه، فهم؟ صح. في ايه يا علي؟ مالك في ايه؟ ما انت لو راجل صحيح ما كانتش مراتك بنت المجنونه عملت كده مع الراجل اللي قوينا. احنا هنقعد نهبش في بعض كده كتير؟ ايه هتخلص. ايه علي يا روي فين؟ هطلع على هناك دلوقتي يا علي يا روي. ماشي، تعرف العلوان اللي قال عليه ابن عمك ده؟ عارفه. طيب يا علي يا روي،
مش هأذيها يا علي يا روي، بس كده يبقى ليه عندكم اتنين. سلام يا وحش. صدقت بقى ان انا ما كنتش بحور عليك؟ شفت؟ ماشي يا فتون، ماشي. كابيلو، ده انت خيرك مغرقنا يا حاج. لا لا تحت عمرك. لا سلم على الجماعه والاولاد. ماشي يا حاج. الله يسامحك يا حاج على اللي انت عملته فيا. مع الف سلامه. قعدت تقول لي الموضوع مش هاخد منك وقت، مش هاخد منك وقت، اديني اتبهدلت. طب كويس، ما تتبهدل تتعلم. ايه اللي حصل؟ هي جايه لك تقول لك ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ التسعه طلعوا ما يعرفوهاش. يعني ايه ما عرفتوش توصلوا له؟ بصراحه حاجة ما تزعلش مني، انت وامي غلطتوا غلطه كبيره قوي لما جبتوها تقعد معانا. يا ابني افهم، كانش ينفع نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها. ماشي يا حاج، بس ادينا ما لقيناش عمها. تقدر تقول لي بقى هنتصرف ازاي؟ في ايه يا طارق؟ ما هي البنت قاعده معانا هنا لحد ان شاء الله ما نلاقي اهلها. قاعده معانا فين؟ فريدي وراها مصيبه. يا ابني لا استني بس، اقعدي اقعدي، انت مش ماشيه تعاني بس اقعدي. يا اخي خلي حقك تم، في ايه تحرج البنت كده؟ وانا هقول لك كلمه تحطها حلقه في ودنك، مالكش دعوه بيها وهي مش هتسيب البيت. البنت دي في مسؤوليتي انا، اعتبرني متبنيها. لا لا يا حاج، انا مش موافق على اللي انت بتقوله ده على فكره. انا مش باخد رايك، انا بقول لك قرار. عاجبك كده؟ استريحت؟ كسرت بخاطر بنت غلبانه؟ اه استريحت. انت ايه ده؟ ايه ده؟ ما عندكش احساس. مالك؟ مين اللي زعلك؟ ده يا في اللي ربوك. ايه ده؟ حد يفهمني في ايه؟ مين اللي مزعلها؟ اساليهم. اسالهم؟ ممكن حد يفهمني ايه اللي حصل؟ مالها ماشيه زعلانه كده ليه؟ خلاص خلاص اقعدي. عمتها مش ضدك يا لبنى، والله العظيم انا مش ضدك، بس اي حد مكاني لازم يعرف انت جاي منين ووراك ايه. لا مش هتمشي، خليكي، انا هدور لك على عمك ده تاني بجد. طارق شاهين جوزها وابو ابنها. دي واحده وخليك تقلق. انا ههرب ههرب، هاخد ابني وههرب من البلد. مفيش كلام بقى، كلم الامن يمسكوه وانا هخرج من الباب اللي ورا. مش هيحصل. لا هيحصل. هات الولد فردوس. تعالى يا حبيبي. سيبينا. محدش هياخدك مني. سامع؟ مشينا من هنا يا مختار. ابوس رجلك تمشينا من هنا. اعرض عليه فلوس. فلوس ايه؟ ده غني ومش محتاج. مش هيرضى. ممكن تسمعيني؟ طارق لو سمحت.
انت هتنفذي اللي انا بقول لك عليه. انت ما بتفهمش. بقول لك هياخد مني ابني يمكن يقتلني كمان. اسمعي اللي بقول لك عليه لو سمحتي. انت هتخبي شاهين دلوقتي كانه مش موجود في الفيلا لغايه لما اخرج اتفاهم معاه واشوف عايز ايه. وانت امسكي نفسك شويه كده. يمكن احتاج لك تخرجي تقابليه. قابل مين؟ طارق؟ ايوه. امسكي نفسك. مفيش ضمان. انا قلت لك قبل كده ان ابني بره اي اتفاق. احنا اتفقنا ان انت مش هتقول لها ان انا بلغك على مكان. بقول لك ايه، انا متاكد ان اللي انت بتعمله ده وراه حاجه وسخه. شكلها ضحك عليك انت كمان. ايه بتحبها؟ لازم تبقى عارف ان البني ادمه دي شطانه. طيب ايه، اي حاجه هتقولها انا عارف. مفيش لزوم من الكلام ده. احنا عملنا اتفاق، انت هتاخد الولد قصاد ان داليا ما تتأذيش، بس لازم يبقى في ضمان. ضمان كلمتي، مش من مصلحتي ان امي بتخش السجن. فردوس تعالي شوفي دبي اشرب ايه. بدك تؤمر. عارف تحب تشرب ايه؟ انت بتشوفي شاهين ابني؟ شاهين؟ اه طبعا بشوفه. طب هو بقى بيتكلم مش كده؟ بيتكلم بس كلمات قليله شويه. هو حضرتك بابا؟ طب انت ما كنتش بتيجي تشوفه ليه؟ ولا انت كنت مسافر؟ يا اللي هنا يا مختار، يا مختار، انا مختار. اتفقت على ايه؟ اطمني. وافق انه ما يبلغش عنك. هو وعدني بكده. والتمن يا مختار؟ لا، عشان خاطري. لا يا مختار يا ابني، لا، انت وعدتني انك تقدر تمنعه. عارف بس ما عرفتش. هو رفض. لا يا مختار، حرام عليك. شاهين لا يا مختار، خليني اهرب. اهرب اه اهرب تاني. انتوا اللي بتعملوا فيا كده. سفرني اي بلد بره مصر انا وابني. هتعيشي طول عمرك هربانه يا داليا. دي فرصتك، ما تهربيش تاني. اذا كان على شاهين، ابوه منفعل دلوقتي وراكبه من شيطان وعايز ينتقم منك. بس بعد فتره اوعدك ان انا هتكلم معاه واوصل معاه الاتفاق انك تشوفيه تاني. لا، هسافر بابني في اي حته استخبى فيها. انا عندي فلوس وهعمل كده. ده مش حل، صدقيني. اسمعي اللي انا بقول لك عليه. انت وعدتني يا مختار. يا مختار يلا نلي. لا يلا نلي. مختار لا. يلا لا ابني لا. معلش هتشوفي تاني. يلا حبيبي. مختار الله ياخده. مختار طارق نتكلم. ابني ابني مختار. انت مش بني ادم. انت كان لازم تتذبحي على اللي انت عملتيه. شاهين انا نفذت اللي احنا اتفقنا عليه. انا مش هبلغ عنها بس بشرط ما تقربش من ابني تاني. تعالى يا روح ماما تعالى.
تعالوا يا ابني، حرام عليكم. اقسم بالله العظيم لو فكرتي بس تقربي من ابني تاني. مفيش داعي للتهديد، احنا اكيد هنتكلم هنتقابل تاني. شاهين تعالى يا روح ماما، حرام عليك يا طارق، الولد عايز. حرام عليك، اوعي. حرام عليك يا مختار، سيبني. انا ابن امه مات. لا حرام عليك، ما تقولش كده. سيبني سيبني سيبني، حرام عليك، حرام عليك يا شاهين. شاهين حرام عليكم، حرام عليكم، عايز.